السؤال الثاني فيما يرتبط بالتدخين. أخي الكريم، أولا الحياة هي هالشكل، يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان حتى لما حصل ماذا السيء عن الجيد والخير عن غير الخير. فأنت لابد أن على حال تثبت جدارتك وتقوي إرادتك وتلقي نفسك أنك أنت إنسان شجاع وقادر وقوي في مقاومة هذه السجارة. تقول ما أقدر ما أقدر ما أقدر، أقول لك سافر سافر سافر. يقول ما أقدر، سافر 22 كيلومتر 25 كيلومتر، روح هناك أكل لك حاجة وتعال. أما ما عندنا فقيه ترجع له يجوز لك التدخين في شهر رمضان. الآن ما عندنا.